يحق أو يجوز المعلم أن يرسم صورا لحيوانات أو يصورها ليجعلها وسيلة إيضاح للطالب ليعلمه أو يفهمه؟ أقول يجوز ولا يجوز. نعم. بيان. إن كان الصورة التي يصورها لا يمكن أن يفهمها الصبي فيجوز. مثلا صبياننا هنا شبعانين برؤية الحمير مثلا، فليش يصور الحمار؟ قال بده يفهم الطفل الصغير. الطفل الصغير راح يتربى وينشا، اذا كان ما شاف الحمار راح يشوفه راح يتعلمه بدون تصوير. ففي هيك حاله ما ارى جواز التصوير. لكن في بعض البلاد الجمل ما بيعرفوا، وما بيعرفوا لحمه حلال ولا حرام، وما بيعرفوا ان لحمه بينقض الوضوء. فمشان تفهيمهم الحكم الشرعي الاخير بيصور لهم الجمل من اجل ايش؟ الوصول للهدف الشرعي. ها. اما هيك على الطريقة الاوروبية على علم للعلم وبس، هذا ما بيجوز في الاسلام، خاصة في قضية حساسة مثل هذه الاصل فيها التحريم. واضح الجواب؟ واضح الجواب. لكن مش واضح الجواب. لا واضح. ايه جواب واحد ضعيف. ها؟ نفسي حاجة. هو هذا الذي مش واضح. حاجة. في النفس حاجة الله عز وجل. يوضحها. اي نعم. ينطبق علينا في تصوير الاعضاء الداخلية في القلب او الله يسلمك. ما في مانع يعني من تصوير، هو الممنوع تصوير في روح في حياة، والحياة التي تعيش في الروح، ولا شجر في حياة كما نعلم، يمكن صخر في حياة، لكن حياة تتناسب مع صخريته وهكذا. بالنسبة لصورة التلفزيون حصلنا على كل الملائكة أيضا؟ إيه؟ صور التلفزيون حصلنا على كل الملائكة؟ إذا كانت مباحة في مسألة قولان، منهم من يقول تمنع ومنهم من يقول لا، وأنا مع الذين يقولون لا، لأن ما دام الشارع أباح فذهب المحظور من دخول من عدم دخول الملائكة. ترويج يا أستاذ، ترويج الأفلام التلفزيونية للدعوة جائز فرعا؟ كيف هذا يعني؟ يعني في أحيانا تكون أفلام أجنبية إنجليزية غير متوفرة في الأفلام العربية تخدم الدعوة إلى الله. كيف نشوف شو نوعية الخدمة؟ هي يعني هلا مثلا رجل يحاضر فبنعرض صورته في التلفزيون. لا يا شيخ، هذا الحوار من جهاد الأفغاني في يوم مرة يكون أحيانا حوار مثلا بين علماء اللاهوت وعلماء مسلمين على سبيل المثال، وتقنين حجج النصارى ونقض الكتب. هذا بيبرز من طريقة الراديو مش إن وصلت إلى طريق الراديو. لا يجوز الترويج. نعم. لا. يلا.